واقفين عادي. لا نتعرف بيك. انا محمد رفاعي ومخرج ومونتير، وكرمت النهارده على مجمل اعمالي اللي عملتها. عملت 3 افلام: لغه الحب، فيلم روائي، وعامل فيلم برضو اسمه الغوريه، فيلم وثائقي، وعامل فيلم الثالث القاهره في يوم، وخدت فيه جائزه افضل مونتاج في مهرجان بورسعيد. ايه رايك في حفله النهارده؟ حفله جميله جدا، وبشكر الاستاذ عادل عمار على ان هو بيدعم السينما المستقله، وبشكره كتير، وبهدي الجائزه دي لاهلي طبعا واصدقائي وكل الناس اللي ساعدتني في الفيلم اللي انا شاركت بيهم الافلام كلها. بس ايه الحاجات اللي محتاج تكون موجوده في الحفله السنه الجايه مش موجوده؟ والله اتمنى ان يكون في يعني مزيد من الحضور، ومزيد من الفنانين، ومهرجانات كتير موجوده بتدعم السينما المستقله. كلمه توجهها لقناه الاسره. بشكر قناة الأسرة العربية جدا على تخطيط المهرجان، الراعي الرسمي، وشكرا جدا ليكم ومنورين. شكرا. مع السلامة.